تان كسو دوغادا مركلة ايو برامش دينها وبرامش كي هبين نمو قدوكو غوري وحن كيال لنا سلي او اسنين اي بارلمان كا اسرائيل وحو اسكرا عيو وقل عدي قانون اي دولد ويديستي ان لو عديو كاسو اها ان هاي اداها اتنبيغا ورباهين تا اسرائيل اي وارك تحكومة دو اني خطر كو يهين امنيجي دا ايو وحا اي دوني سو كسو هرجيدان ان ودن كالاقي اريو هذا قانون كاس ملك على الله سومر مري وحلو سعودي الجزيرة اللي قانونك على هذا قانون الجزيرة قانونك الجزيرة برلمانك هو ملمري برلمانك قانونك ملمري حكومة دعوته الصين أمريكا إني ورباهين تأري كرتوا وحارب تصب ما كرتوا وحاسب سمع مرك الجزيرة ما حد تارج اللوغر دي الجزيرة وأوغنايدي وميدي كلية لحدن بلوت شقق لي عن قبصرين واي تلفزيون كودا في عربيت كهداش الدو كذب بس وكالية تغذية دا لايف كا وحدن تقيمها لما تضدت كل واحد شقق كلام ما قبصرين ما لك كلام ما بك هذا الشباب وحي شقق دي دا تنك اللي قتين يضد كا أفقه يلس ولا صفت إسرائيل وحي عن نبي وحكستيك انت الجزيرة وحكستي سماش هذا ومركا الجزيرة قانون كان لغو حرايو وحا عمباريال ليه يهي مضح دوره او كترسن دولده هرهي قلبيتك لكن سؤالا ولي نوتا لانك يا وحنيه كرا اسرائيل تاسال اسكوايا هذا ومركا الجزيرة مركا وحي ليه دهي وربحن اي قرطي دولده هرهي قلبيته ايا شيغي اني كولا عسيهين قانون كان لغو حرايو الجزيرة اني كشاقيسو قدها اسرائيل هذا دولدها هرهي قلبيتك او اوغو هرهيو مرايكنكا وحي موجيين ولا عودة كسابسن قانون كاسي وكنيستك اما اقلك بارلمانك اسرائيل وميل مريي شلي قلقي دنبي او اسنين تايد هذا مركا وحالي يهي وحو قانون كاسي وكسابسنا هاي اذاها ورباهين تأتي النبيغا دباتادا كوه امنيغا اسرائيل و الجزيرة اوغو الرئيسو ان ميشا لغا سارو هذا وزارة داريمها دبادا ودكا جرمالكا ايا ايادونا وحي موجسي ولاعا ارنتان ايكا قبتوه ان ورفافينتا اسرائيل لان اي دباتيسو او كل ارنتان بارلمانكا او سميي ايسان ايادو راليكا اين وزارة داريمها دبادا نوروي ايا ايادونا كادشي افايانكا اقل كعاد ودكا مريكان كهويني دليا دو كارينين جون بيرز ايا ايادونا ارنتا كادشي iyo masuuliyiin kale waxa soo kale ka hadashay haweeneyda asal ahaan falastiiniga ee Rashida Leerado ee ku jirta aqalka kongreska wadanka Mareykanka oo iyaduna talaabada ku tilmaantay mid afka la qabanayo wixii xaqiiqa ay halka laga soo tabiyay waye marka Al Jazeera marka sheeko la yaab la ka sameeyay sheekadan aad ay ugu qosday برامج كمركة الجزيرة ايا وحلقو سوقاتي حريتانكا وحيدعي مركة ورياها تلفزيون كا الجزيرة وحليعي نكي نتنياهو اها احدي على قلي اسنينتي وحلقو ان بارلمانكا وعضينا يو عريتان ورفافينتا جزيرة لغو حريو كلها markii uu soo suuxdinta qayb ku jirto oo indhaha kala qaaday kula saas intaayto oo kala qaaday oo hadal wuxuu ka bilaabay kula Al Jazeera ama la xaray awe Al Jazeera aniteed baa ka soo kordhay walaadiga Al Jazeera wuxuu ku dhaqotay wada qabad uu leeyahay marka aan dhageysano dhikan telefishinka Al Jazeera program ay ka sabayay Netanyahu الذي كان مفتوقا مخدرا في السرير فتح عينيه أمسك الموبايل أول شيء فعله غرد بالقول. الجزيرة ألحقت الضرر بأمن إسرائيل وشاركت في مذبحة 7 أكتوبر لن تبث قناة الجزيرة مركا شاكدا كلو حيسها لوحي تاي بيشان دقال علوصة بلام إسرائيل يو الجزيرة وكرن حياة وعليه هاي مشكلة بيشا كيشرتا وحيابها أي آد وقع عريضين ميديها حتى إسرائيل أي كهل ليين وحكم ذا تعليقي وسمين جري جنرال فايز الدويري أنا يقولون وح بضم بسوق هذا نبرام شدين وكو عركتين فايز الدويري وايدا هو الواي واتان كشي كي حالة ديسا
ولا ورستي سجا وشجا إن قلين ودنا لوجا سمي شق بدن وقبنا يدور بلاد وهبين يا مالين وتاجنا لأن أضيع دقهنا ويهي مرك هذا اللي يري حوجا كنا صوشة كذا حوجا مارتي أنت مارتي حال دادو كدليش مرك حد دادي ودناها أيا قار حرمان ولا فرد مرك أضيع وسكح نصني بيشن واي مرك وان نصني وعيرة ذي مرك فايز الدويري واتي الجزيرة واحدا بقوا أي دقالي وحا كان وغاهد لكرتم مليه ماشان نكي قطرت أها وان نغحنهم صدا وان نغتقين لأن يهودي وحلين الدويري ومصور نقوناي واسكحنهم صدا كاس هاي سيدي لو سوغاي مركا الدويري ومقيني هاي لولها الجزيرة وحي كانتي مركا الدويري نين كدرانا لكي او الدويري وحون نقرا اقرصور نقرا هذا دي كان مركا الجزيرة اي كانتي ونين راقية وجنرال ونين عجيبة ونين كتر سنة سراكيشي سراء ايدن كي حارس الجمهوري حارس الجمهوري وقرانسان وسدام حسين ايدن مدي وكدو ارنجري ونكي هقامين يي ايدن كا مارتي حارس الجمهوري قيبت جنوب كوحل يلادو كونفورتا نكي استوى كويت مركي لقلي روكان يوحكان يرقي يهقامين ايواي رقي مركي حلفظ مريكن كاوشوق لي جلبه واستوى نكال الجزيرة انت صوق بطي بوسكي الدويري كات سيدي فايز الدويري اللو وري سرايا مركا سور كيسة بركا دايد تسو اسوو maanta taagan oo taxliilinaayo wixii dhacay iyo dagaalkii waxaaba la leeyahay adweeri iyo qarso wadnoqday qarso hadaba marka ninkan jeneraalka magaciisa waxa la yiraahdaa haakim haatim kariim al-fallaah ya lirada jeneraal haatim waxa la sheegay in uu ka mid ahaa saraakiishii sare ee hore ee ciidanka ilaalada jamhuuriga ee wadanka Iraq waxana uu sidoo kale uu yahay nin arimaha amniga iyo siyaasadda aad uga hadla oo baaxis ah oo baaritaan badan sameeya waxana la sheegay inuu ka mid yahay dadka aadka u tirada yar ee tahliiliya arimaha militariga ee ka soo muuqda telefishinka Al Jazeera ee wararka iyo meelo kale ka soo muuqan jiray markii hore marmar aan ogaa loogu tuuri jiray laakiin hadda tutulara laga dhigay waa sifan yahay maalin walba booski faayis dweer iyo taagan yahay marka waa yaabeen waxa jiraade kanaba ka qatar sareen marka Al Jazeera laftirkeedu dagaal ku jirta ayadii Israa'il meel uga dhabaato waa arkayna waa taay qodobkaas marka isaguna halkaas ka gudbayna qodobka kale ee barnaamijka aynu ku faahfaahinayna caawa wuxuu yahay shalay waxaan idiin sheegay in wadanka Lubnaan safaaradda Iran halka si fiican loo garaacay nagta laga geliyay laba sarkaal oo sare dhowr qof oo kale ilaa 10 qof amal halka looga dilay beerka laga tumay ha iska qaada Iran way Europeya Iran asaas ma sabda wax qaadi karto Iran ay qaad way yahuudi Iran nagta ka gelis حسب الله هتا صوت درس هدا وحكى له صوت درس هذا كوت على لين إيران ولا جد بقي يسي أبو تريسي أنا قاعد يلا يتابتو أنا قاعد ولا جد بتجي إيران ويا هوش أسبرك هالكاميرا يسو إيران وين هنجبت ماذا حويني هدي هاللي وحوي روا أرجو صرنا هذي سن يهود لجها فرح قشن والي يابا shekada sameysha si numeraysi saacadii la soo dhaafoodan Iran way argoo sanaysa almaray hadda marka joornaalka liraado ash-sharqul awsat ee kasoo baxa ee magaalada London ee waxa la leeyahay sheeko ajeeb ah ayuu qoraya ash-sharqul awsat marka muxuu leeyahay ash-sharqul awsat wuxuu leeyahay warqad qarsoodi ah ayay Iran Mareykanka u dirtay yab Mareykanka iyo Iran cilaaqo ma ka dhaxayso xiriir kama dhaxayo toos laakiin hore waxaan idin kugu sheegay safaaradda Switzerland ee ku taala magaalada Tehran inay wixii fariimaha isu mariyaan hadaba warqadaas xogteeda ayaa la soo helay marka waxa la leeyahay sida wargeysku uu qorayo
هذا ورجيس كشرق الأوسط وحليه أي وزير كأرمه دبده إيران حسين أمير عبد اللهيان نكل إرادو أي وحو دري ورقة مهمة مريكن كأيو دري إشجعوا أسي مريي سياحها سفاردة إزويزرلان ودك إيران كاس تاسو يدو سفاردة سو كشقيسة مصالح ذا يدرها مريكن كأوكلية هي جبل كاس يو إيران مدو علاقات كودة دبلوماسية ديد لبدا ودن مادامة ومقايهي سفاردة اي وحي فريماه مركا اي سكور عفصدان هدبا عبد اللهيان وحا او شاقي سيدو كالينا لصوديقي اكس اما تويتر كا اريتان وحو كاقهالي ويرر كا اي اسرائيل ارقق حسادة اه كو قادي سفاردو ده وحو كالهالي مريكن كا وحو شاقي إن مسؤوليتا وحيدا عاي مريكن كالفتر كيسو او دوشا اريد الدونو هادبا رسالة اما فرينتان واشنطن لو دري وحاي موچن ساسيدا اي شريك اوغيهين اما شركة اوغيهين اريمها ساهيونيتا ايا لغوشي اي مريكن كايو اسرائيل هادبا مركا دينا عاكالي وحالي هاي نينك الارادو علي شمخاني او اساقونا لطاليا ساري او دينا عاسياسة دا اقابل سنه قاميها الدين تا ايران خماني ايا اشاقونا وحا وشيغي ان مرايكن كا او مسوليادة ارنتان دوشا اوريدان دورو ايا وحي كردشا وايا مركا شاكادان مركا واشاكالا يابلا وحا اللي ياي ايران مرايكن كا وحي وشيغيسا ادا اهوشان اديقان اناقا ان جواب كسينا اينا ايرا اباشي سانونيادان اسرائيل ادا نغو هيا adaa naga daba wada adiga saara marka labadiina suuqi darayaan mareekan maba u jawaabin marka maxaa mareekan ay warqadinta u qortay waxa kan maxay Iran waa la weeraray waxa leeyahay haday jawaab bixinayso waa la yaqaanaa Israa'il meel ay joogto iyo meel ay safaarad ku leedahay wixii ay ka qaban kartaa ka qabato laakiin warqadan kale ee mareekanka loo dirayo mar wali Iran go'aankeeda ma bislaalay waxay rabtaa Mareykanka inuu arintan soo dhex galo war Iran ay ka joogbal anaga la hadlayno Israa'iil ila Iran ay rabtaa li sheekow walaal halka ka socota barnaamijkeena yaabidnimo inta ayaa ku soo gabagabeynaya meel kasto aad joogtaan wixii tala iyo fakar aysan noogu soo qora qaybta fariimaha inta aan markala kulmayno akhyaaray Ramadaan Mubarak aan ka faa'iideysano 10 ka dambe oo imika gabagabo noo baraya nabadgelyo.